مشوارك القادم بقى مع منتخب مصر، في فرصة قريبة لمنتخب مصر؟ حد اتكلم معاكي عن منتخب مصر؟ حد من اتحاد الكورة اتكلم معاكي؟ حد من جهاز المنتخب اتكلم معاكي؟ ولا الوضع عامل ازاي؟ اتكلم معايا كابتن محمد كمال الحمد لله، واول ما نزلت مصر كلمني قال لي في الدكتوره دينا عايزه تشوفك وكده، والحمد لله كانت قابلتني حلو جدا وكان الاضافه حلوه جدا، وقالت لي ان شاء الله ان انا اكون معاهم باذن الله. هتبقي موجوده مع منتخب مصر الفتره الجايه ان شاء الله. حابه التجربه دي مع طبعا المنتخب. تحدي طبعا. حلو. منتخب مصر ده كان حلمي من وانا صغيره، يعني انا مش هاممني منتخب ايطاليا ده خالص قد ما منتخب مصر، لان انا حلمي ان انا البس تيشيرت منتخب مصر. طب هي كلمت معاكي قالت لك ايه؟ سالتك عن ايه؟ سالتني ان انا لو حابه كنت حابه هنا او هناك الكلام ده، وانت لازم تتمرني كويس وتيجي على نفسك اكتر وتتمرني وكده. تحبي ترجعي تاني تلعبي هنا في مصر دلوقتي في اي فريق؟ مش في اي فريق، لان انا مرتبطه بعيلتي لسه هناك في ايطاليا. بالظبط. فهو ده اللي ممكن يخليكي هاتي هنا، مش حاجه تانية يعني. لا لا مش حاجه تانية. انت بتشجعي مين اصلا؟ الاهلي. بتشجعي الاهلي؟